اعطينا واحد النبذه السي العالم يعطينا واحد النبذه على المطعم فيلا جينا اللي تيوجد أه في منطقه سيدي الرحال. الوغ هاد هاد المشروع هذا بتذكروا الفكره كانت ديال الصديق ديالي السي حسن الفاريا اللي كان عايش كنا عايشين على برا في اوروبا وكانت ديما كتراودنا الفكره اننا نديروا شي منتجع سياحي يكون في الصفات هذي، باش نحاولوا نخرجوا الناس من, من الزحام ومن الضيق ديال ديال المدينه وديال الستريس راك شتي حتى في غير في كورونا عباد الله ما لقاوش فين يخرجوا الناس كتفكر غير بني تبني والقهاوي مي ما كاينش شي حاجه شي اسباس للاطفال فين يلعبوا فين يخرجوا فين يتنزهوا لي بيسين وكذلك عندنا حتى حتى المطعم فيه فيه ماكولات من جميع الصفات عندنا الحوت اللي كي سي سي مارسيلو عندنا شاف ايطاليان صديق ديالنا هو اللي مكلف لينا بلا كويزين باختصاص لو باسون عندنا aussi لي بيتزا لي تاكوس pour لي enfants، لي ساندويتش لي طاجين شوا عندنا كل شيء الحمد لله علاش مختار اختيار منطقه سيدي الحار في الدار البيضاء من اجل انجاز هذا المشروع هذا علما ان هذه المنطقه هذه تتعرف بحال هذه المشاريع كثيرة هنا هنا حيث حيث ما تنساش ان حد السوالم فيها في ان غرو بوتونسييل حد السوالم فيه فيه منطقه صناعيه كبيره بزاف فهمتيني وثانيا حاولنا حاولنا نبعدوا شويه على الدار البيضاء جينا بين سيدي الحار بين البحر وبين حد السوالم حاولنا نخدموا مع حد السؤال الموسيقي حتى سؤال السؤال الناس كيفكروا غير يديروا يستثمروا المشاريع ما كاينش شي حاجه اللي فيها هكا وبغينا نكونوا حنا هما الرائدين الاولين اللي في هذه المنطقه اللي نديروا هذا الشيء. يعني انتم جيتوا ما, جيت ما بين سيدي الرحال وما بين حد السؤال. حنا جينا ما بين سيدي الرحال وما بين حد السؤال دونك اللي جا سيدي الرحال كيجي عندنا واللي جا حد السؤال ولا بير جديد اوسي كيجي عندنا وتم الدار البيضاء دابا الناس عندنا تقريبا واحد 75% ديال الكليان ديالنا كيجيو من الدار البيضاء. تشوف ان البعد عن الدار البيضاء ودير بحال المشروع هذا شويه مغامره. مغامره كاينه مغامره. ولكن ال اللي عنده الفكره واللي كيفكر بزاف حنا تبارك الله مستثمرين ودرنا درنا دي دي برودوي في بزاف د الحوايج خصك تغامر وتفكر مزيان دير راسها مزيان باش باش تلحق لشي حاجه اللي اللي فيها فعلا شكون المستثمر تاع هذا المشروع؟ مشروع السي حسن الفريا صديق ديالي وخويا وحنا خدمنا بزاف واش استثمار مغربي 100% ولكن استثمار اجنبي مغربي؟ وهو استثمار مغربي 100% استثمار مغربي حيت دابا حيت دابا تقريبا حنا كاملين كاع الناس اللي كانوا عاشوا برا واللي خدموا برا كيفكروا انهم ديما كتجيك واحد الغيره على البلاد كتقول باش ندخل ندير شي حاجه في البلاد ديالي علاش لا وفعلا انطلقنا من الفكره وهذا الشيء اللي هذه الفكره اللي كانت راوداتو ومازال تيفكروا باش نعاود نزيدوا ان شاء الله دي, دي ميزون دوت شي اوتيل شي حاجه ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نكونوا شحال المساحه ديال هذا المطعم هنا كاينه شي كثار ونص تقريبا كثار ونص ومفرقه على حساب عندنا هذا المحل ديال الماكله عندنا هذ لي دو بيسين عندنا لي سباس بور لي زونفون عندنا ان دو ميني فوت وعندنا ان ريستورون دو بوسون لتحت افيك اون بيسين دونك تخوا بيسين دو ريستورون وعندنا اون غراند سال دو فيت اللي ان شاء الله الفا فوغ لو جور بيانتو غنفتحو حنا كنتسناو ان شاء الله غير نقدو الامور ديالها سواء اون سال دو كونفيرونس سواء اون سال دو فيت ان شاء الله باذن الله وسول تقريبا واش تقدر تكون الكلفه الماليه اللي باش دير هذا دي المشروع الكلفه الماليه راه واحد عول على واحد 25 مليون دي عن ديال درهم هنا عندنا محل ديال الخبز وديال التفرنوت التفرنوت هي هي خبز تقليدي جبناه جبناه من, من 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 سوس وعندنا الخبز يعني عندنا الاكتفاء الذاتي ديالنا كنصوبوا كل شيء الملتزمات ديال الخبز ديالنا ولا حوايج اخرين كنحاولوا نصوبوا ما تجيبوش ما تجي خبز من برا حتى حاجه عندنا طريقه ديالنا سبيسيال بلا, بلا مارك ديالنا وكنتقداو داك عندنا واحد السيد عندهم الطحانه ديال الدكيك كنجيبو عنده الدكيك وكنصوبوا كل شيء هنا هذا هو الامتياز اللي عندنا حنايا فهمتيني دي... ما مكان... ما مكان... ماشي ما بغيتش نتعاملوا مع الناس ولكن تنحاولوا نديروا شي حاجه اللي تكون بيو تكون في المستوى شكون بالنسبه للفئه المستهدفه من هذا المطعم هذا؟ الفئة المستهدفة هما العائلات أول مرة أه ل... توت لي فامي ألوغ كيف كتشوفوا عندنا واحد المحل خاص باللاباج ديال السيارات أه زيادة على هكا هاد اللافاج هذا كان في الدار البيضاء في 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 الوازيس في, في طريق الجيدة أه جبناه معنا لهنا وباش تريحوا حتى الناس حيت الناس كيبغوا يديروا لاباج ديال السيارات ديالهم نهار الويكاند ولا كيخرجوا باش يستغلوا الوجود ديالهم في المطعم الوجود ويسهلوا المأمورية عندنا 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 طاقم كفء في المستوى ديال الغسيل دونك تيجي حتى السيارة ديالو هنا كتغسل O curso que é quando você?